لما نقول جراحة القلب دائما يمكن معلق بذهننا أو ذاكرتنا إنه له علاقة بالحياة أو الموت، لكن مع التطور الطب دائما في تدابير طبية. لنحكي عن أسباب جراحة القلب لدى الأطفال، الأعراض والطرق، التدابير الطبية. معنا الدكتور يوسف دياب، اختصاصي في الجراحة القلبية والإكليلية وجراحة الأوعية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا، صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. أهلا وسهلا. بداية دكتور، يمكن مصطلح أمراض القلب مصطلح واسع وعريض، بضم مجموعة كثيرة من الأمراض القلبية يلي ممكن تصيب الأطفال، يلي منها ممكن تكون خلقية أو مكتسبة. خلينا بداية مع حضرتك نوضح شو هي أكثر الأمراض القلب شيوعا عند الأطفال. أهلا. نحن يعني دورنا تثقيفي للناس بالدرجة الأولى، حنحكي كل اثنين يعني بسيطين لنقرب الموضوع للناس. التكوين القلب أثناء الحياة الجنينية بيكون مثل ما بنعرفه نحن حاليا، القلب لما يكتمل نموه بيكون 4 حجرات، أذينتين وبطينين. لكن أثناء الحياة الجنينية أول ما يتكون بيكون عبارة عن حجرة واحدة. يعني أثناء نمو الطفل من عمر شهر لعمر 9 شهور، خلال هالمدة كلها بيكون عم يتطور القلب ويتكون حجراته ويتكون مكوناته الداخلية. فبصير عندنا حجام ما بين الأذينتين بيفصل الأذين اليمنى عن اليسرى، وحجام ما بين البطينين يفصل البطين الأيمن عن البطين الأيسر، وحتى ما بين الأذين والبطين بيخلق حجاب وضمنه صمام يسمح بدخول الدم من الأذين إلى البطين ويمنع عودة الدم من البطين إلى الأذين. هذا بتبسيط تشكيل الخلقي للقلب. لكن لأسباب عديدة ما أنا هلأ في وارد ذكرها نحكي فيها إذا سألتني، يمكن في أي وقت من الأوقات أثناء تشكل الحياة الجنينية أنه جزء من هالحجب، جزء من هالصمامات، جزء من المكونات القلبية أنه ما يتكون بشكل بيرفكت، ما يتكون بشكل جيد، وبيحدث عنا تشوه خلقي هو بيؤدي إلى الأمراض القلب عند الأطفال. طيب خلينا نحكي شو هي إذا فينا نقول الأمراض القلب الأكثر شيوعا، يعني حضرتك دكتور مختص، لأنه أو إذا بدنا نحكي الأكثر شيوعا اليوم يعني من خلال تعاملك بشكل يومي، وأهم الأعراض، لأنه أحيانا في بيكون أعراض يمكن صامتة ما كتير الأهل بينتبهوا لها. أهمية اليوم التشخيص مع بداية المرحلة هي يمكن تختصر نصف العلاج. 100%. بداية أكثر الأمور شيوعا هي الفتحات ما بين فيها الحجام ما بين الأذينتين أو ما بين البطين أو ما بين البطين والأذينة، هو اللي بيشكل أكثر الأسباب لتشوهات القلب الولادية. هذا أكثر شيء. طبعا في عنا الطفل عنده فتحة بالقلب، فتحة بالقلب، هي فتحة في القلب هي أكثر شيء. طبعا ممكن في كثير من الأحيان تترافق مع أشياء أخرى، ممكن تضيق بالصمام الرئوي، تضيق في الصمام الأبهر، ممكن انزحال الأبهر من مكانه. يعني في عندي عدة مكونات تانية تترافق مع الفتحة. الفتحة لحالة ممكن وكتير شائعة، لكن كمان كتير شائع أن يكون في عندي تشكيلات أخرى وتشوهات أخرى تترافق مع الفتحة. وأهم الأعراض بالنسبة للفتحات هي زلة التنفسية، يعني صعوبة التنفس أثناء الجهد. الأكثر الأعراض شيوعا والأكثر أعراض يعني أهمية لما الطفل يخلق خلال الأيام الأولى من حياته، حتى الرضاعة تشكل له تعب على صدره، فبيقدر ما بيقدر يرضع. لنفرض كمية الرضاعة أو مدة الرضاعة حوالي ربع ساعة عند الطفل أو 20 دقيقة أو يلي هي، ما بيقدر يكمل منهم 3-4 دقائق يلفظ صدر أمه وما بيقدر، لذلك عنده فشل في النمو. يعني ما بيصير عمره 3-4 شهور، بدل ما يزيد وزنه خلق لنفرض 3.5 كيلو، بيصير وزنه 3 كيلو أو أقل من 3 كيلو. هذا أهم الأعراض عند الأطفال اللي عندهم فتحة فيها اختلاط ما بين الدم الأزرق والدم الأحمر، يعني ما بين البطين الأيمن والبطين الأيسر. الفتحات الثانية الثانوية اللي بتكون ما بين الأذينتين بتكون صغيرة، ممكن تبقى صامتة لمدة 20 سنة حتى و 25 سنة وبتشكل أعراض ما بنكتشفها إلا صدفة. حتى نكتشف هالأمراض هي وعندنا آلة كتير مهمة جدا وهي اسمها الإيكو دوبلر القلبي. عن طريق الإيكو دوبلر القلبي، طبعا السماعة هي ضرورية ما في شك، بس حاليا الاعتماد اكثر على الايكو دوبلر القلبي. لكن مشكلتنا في الايكو دوبلر القلبي مش كل واحد عنده جهاز ايكو دوبلر بيقدر يشخص هالشيء.
للأسف يعني ممكن يشتري أي طبيب جهاز ويحطه عنده بالعيادة، بده يكون عنده خبرة زايدة وبكون عنده اختصاص في قلب الأطفال وهيك أمور حتى يقدر يشخص هالشيء. تمام. يعني دكتور خلينا نروح لموضوع أسباب الجراحة القلبية عند الأطفال، نحن أمتى ممكن نلجأ لهي الحالة من الجراحة؟ هلا حكينا اول شيء عن الفتحه اللي هي اكثر شيوعا، لنفرض اللي قلنا واللي بتفرض العلاج خلال الاسابيع والايام الاولى من العمر اللي هي الفتحه بين البطينين، يعني عندي حجره بين البطين الايمن والايسر لسبب او لاخر لا يكتمل نمو هذا الحجاب وبيؤدي الى ثقب ما بيناتهم وبصير عندي ضغط من الدم من الايسر الى الايمن، هذا بشكل عبء على الرئتين وبصير عندي بدايه وزمه رئه في الأشهر الأولى من العمر، ومثل ما قلت الطفل ببلش ما بيقدر يرضع ويفقد نموه، فنحن هون مضطرين للتداخل الجراحي في الأشهر الأولى من العمر. إذا كان الطفل في وضع يناسب إجراء عملية قلب مفتوح فنحن مضطرين نسكر الفتحة نغلقها عن طريق الجراحة، لكن إذا كان إسا ما بسبب سوء النمو بسبب تأخره عن العلاج في عنا عمل تلطيفي لفترة مؤقتة نتركه لمدة كذا شهر 5-6 أشهر من نعمل تطويق للشريان الرئوي بشكل نحمي الرئتين يلي هي أكثر شيء ضرر عليها بسبب زيادة الضغط اللي جاي من البطين الأيسر، ونحن نعطيه فرصة للطفل لينمو ليزيد وزنه ويصير عنده حالة عامة جيدة ونعمل له العملية. في أشياء تانية مثل في مرض اسمه تبادل منشأ الأوعية الكبيرة، هذا المرض يستوجب العلاج حتى أحيانا والطفل في بطن أمه أو خلال اليوم الأول من ولادته، إذا ما كان في اتصال تام يعني بهالمرض حتى أشرح بسيط، عندنا البطين الأيسر يخرج منه الشريان الأبهر في الحالة العادية والبطين الأيمن يخرج منه الشريان الرئوي، بهالحالة بيكون متبادلين تبادل مشال الأوعية، فعندي الشريان الأبهر يخرج من البطين الأيمن وعندي الشريان الرئوي يخرج من البطين الأيسر، هذا المرض غير قابل للحياة نهائيا إذا ما كان في اتصال بين الدورانين يعني ما بين الدوران الأبهري والدوران الرئوي حسب كمية الاتصال، إذا كان الاتصال خفيف أنا مفروض فيني إما خلال المرحلة الجنينية بالأيام الأخيرة من العمر أو بعد ما يولد الطفل في اليوم الأول أو الثاني أن الداخل عليه جراحيا وأعمل له ثقب في الجدار ما بين الأذينتين حتى يقدر يكمل أسبوع أسبوعين لحتى أقدر أعمل له العملية الكاملة وأعمل سويتش يعني رجع الشريان الأبهر تبديل الشريان الأبهر رجعه إلى البطين الأيسر والشريان الرئوي إلى البطين الأيمن، هي يعني في الأيام الأولى. طبعا في عندي مرض شائع تاني كمان اسمه رباعي فلو، كمان هذا يتطلب التداخل في عمر 6 أشهر. رباعي فلو هو مرض مزرق يعني الزرقة تنشأ في الأشهر الأولى من العمر وكل ما أنا بتزيد ببلش يزرق الطفل بصير عنده تبخرط أصابع يعني بصير عندي السلامية الأخيرة بتصير كبيرة وزرقاء وعنده شفاة زرقاء، ولما الطفل إذا كان وصل عمره 2-3 بيصير يمشي حتى المشي عليه بيصير صعب بيسموه بيقعد وضعية القرفصاء بده يقعد يرتاح إذا مشي 2-3 هذا كمان يتطلب الإجراء الجراح إذا كشفناه في عمر 6 أشهر عند السنة. كيف بيتم كشفه بسن مبكرة يعني نحن لا نحكي سن أولا الأعراض طبيعته الزرقة إذا عم نحكي على رباعي فلو حتى كمان التبادل منشأ الأوعية كمان بيكون أزرق شديد جدا من الساعة الأولى من الحياة بيكون أزرق، وهون يتطلب إجراء الإيكو دوبلر، الإيكو دوبلر بيكشف لنا الخلل وين موجود ونحط خطة العلاج عن طريقه. طب دكتور لما نقول جراحة قلب ولما نقول قلب مفتوح خلينا نحكي عن سلامة الطفل بعد العملية، هل إلى آثار جانبية ولا يجب فعليا الالتزام بحذافير يعني كل ما يقول فيه الطبيب خصوصا من قبل الأهل، لأنه بنعرف قديش هي العملية حساسة للكبار، فكيف لما نحكي عن أطفال بعمر الأشهر الأولى وطريقة التعامل معهم؟ ما في شك انه نسبة الاختلاطات والوفيات عند الاطفال اكثر اعلى من عند الكبار بالعمر، لنفرض العمليات العادية الصمامات القلبية عند البالغين لنقول من 20 سنة وما فوق سواء هو الشرايين الإكليلية يجب أن لا تزيد نسبة الوفاة عن 3-5% يعني كل 100 عملية محتمل
3% منهم يصير لهم وفاة أو يصير لهم اختلاطات 5%. عند الأطفال السبب الرئيسي للوفيات عندهم والاختلاطات عندهم أنه العمل أولاً يتطلب دقة، العمل يتطلب فريق كامل من الخبراء، مو بس طبيب الجراح لحاله، طبيب الجراح وطبيب التخدير، طبيب العناية المشددة ضروري جدا، ممرضة العناية ضرورية جدا. وهذا الشيء نحن في سوريا الحمد لله تأمن من 20 سنة تقريبا بفضل تعاوننا مع جمعية قلب الأطفال العالمية يلي مقرها كان وقتها في ميلانو، وإجا لعنا وفد عدة مرات من جامعة ميلانو عطونا تمرين لأطبائنا، ونحن أوفدنا كذا طبيب من هون لميلانو لحتى تمرنوا. ومن 20 سنة نحن نقوم بهيك العمليات الدقيقة اللي ذكرتها هلأ من شوي، سواء على عمر يومين وثلاث أيام وأسبوع أسبوعين عم نقوم فيها. نسبة الوفيات مانا أكتر بكتير، يعني خطر من أعلى من نسبة الوفيات في أوروبا، سبب أنه عنا فريق متكامل هلأ حاليا. لكن للأسف بلشنا نعاني بالسنتين ثلاثة الأخيرات من هجرة العقول، من هجرة الخبراء. صحيح. بلشوا في عندهم عروض أحسن برا إلهم ولعائلاتهم للأسف. تمام. يعني دكتور بالنسبة لروماتيزم القلب كمصطلح طبي ممكن يصيب الأطفال بأي عمر ممكن نشوفه؟ شو هي الأسباب أو الأعراض الموجودة؟ سؤالك كتير كتير حلو وجيد. الروماتيزم عند الأطفال بيصيب الأطفال لما بيصيب لهم غالبا بعمر سنتين ثلاث سنوات، بيصيب الطفل التهاب بالعوم أو لوزات. هالالتهاب بالعوم واللوزات في سببه جرثومة معينة، هالجرثومة تفرز زيفان سم في الدم، فبيجي الجسم يفرز مضادات أجسام لهالمادة وبيحاربها. هذا الرد الفعل الطبيعي للجسم. لكن للأسف بعض مكونات القلب واللي هي صمامات القلب، المكون النسيجي تبعها يشابه المكون الزيفان، فبيهاجم الجسم نفسه، فنسميها المناعة الذاتية. فهالتخريب اللي بيصير على الصمام يستمر 15-20 سنة، بيكون عمره سنتين ثلاثة اللي بدأ الإصابة، ما بيشعر فيه الطفل أو الشاب لما بيصير عمره 15-20 سنة لما يتخرب الصمام. نحن لذلك أي طفل لازم يعالج بشكل جذري لما بيصير عنده التهاب بالعوم، ما ينترك بشكل عشوائي ولا يعطي الصادات بشكل عشوائي، بدنا نعطي الصادات بشكل مناسب للجسم. وهي نقطة مهمة، أهمية الاستشارة الطبيب، لأنه بتلاقي الصادات الحيوية هي مثل حبة البنبون للأسف بيروح يعطوها الأهالي، للأسف بيروح على الصيدلي يعطينا أنتيبيوتيك، بيعطيهم أنتيبيوتيك. هذا غلط، لازم كل طفل عنده التهاب بالعوم ياخذوا مسحة من البلعوم تبعه وشوفوا شو نوع الجرثومة وشو نوع الدواء المناسب لها، الصادات المناسبة لها ويعطوه إياها منشان ما يصير عنده روماتيزم. لما مضى ما صار روماتيزم للأسف ما بقى فينا نعمل شيء، لأنه صار الحرب بلشت، ما فينا نوقفها نحن، فينا نأخرها بجوز شوي، لكن أو نحافظ على تطور الحالي، على تطور الحالي. ومثل ما قلت بعشرين 25 سنة للأسف، أول ما جيت أنا على سوريا بالثمانينات كان كتير كتير عندنا نسبة شباب يجوا يعملوا عمليات قلب مفتوح بسبب إصابتهم بالروماتيزم وهن أطفال. هلأ أخف الحمد لله، أخف بسبب وعي الناس، بسبب تطور الطب، بسبب يعني قلة التعرض للبرد خاصة والأطفال بالشوارع كمان. لكن برجعنا هلأ بزمان الحرب عم نرجع لورا. صحيح. يعني نحن عم نحاول فعليا نسلط على كل نقطة مهمة أو معلومة فعليا فينا نقدمها للناس، خصوصا للأهالي. يعني التثقيف الطبي جدا مهم، لأنه بعض الأعراض ممكن الأهل ينتبهوا لها، أو بعض القصص والتفاصيل مثل ما قلت لما نحكي عن التهاب اللوزات أو البلعوم الواحد بيفكره موضوع طبيعي، لكن له آثار للأسف سلبية جدا إذا ما تم معالجته بشكل كتير كبير. خلينا نحكي اليوم، يمكن بظل الظروف اللي عم نعيشها الدكتور، كثير من امراض القلب ما كنا نشوفها عند الشباب. يعني نحن عم كنا نشوف دائما امراض القلب متعارضة قبل كبار السن. فخلينا نحكي عن الاسباب. يعني لما نقول الستريس كدرجه اولى، كمان الستايل الحياه المختلف اليوم عم نشوف، يعني رغم كل المخاطر وتحذيرات التدخين بشكل يومي، للاسف في عمليات ازدياد، ومؤسف اليوم عم نشوف اطفال يعني اهاليهم معهم بتلاقيهم عم يقرقلوا، مؤلم هذا المشهد. فخلينا نحكي عن أهمية في هي التوعية وهي الجزئية بشكل كتير كبير.
كلامك كمان كتير جيد ولازم نحكى ولازم بالتفصيل نحكي عنه. أمراض القلب خاصة اللي عم تحكي عنها اللي هي سببها تصلب الشرايين، يعني مرض يصيب ممكن يكون هو يبدأ في الشباب ولكن إذا تركناه أو إذا عولج بشكل جيد ممكن ما يصاب فيه الإنسان لعمر السبعين. صحيح. يعني ممكن 50 سنة يتطور المرض وحتى يوصل لمرحلة أنه بحاجة لعلاج جذري. لكن بسبب الظروف الحالية وسترس عند الناس وظروف الحرب اللي أدت إلى أنه الإنسان يعيش ضغط يومي ويمكن كل ساعة عنده ضغط. صحيح. وخاصة على الشباب اللي عندهم أفق ضائع. صحيح. ما عندهم أفق أنه للأسف حتى فيني أقول لك مش الشباب الموجود فقط في سوريا، حتى الشبابنا يلي هاجروا عايشين في المهجر كمان نفس العلوج. صحيح. نفس الوضع، نفس الضغط عندهم النفسي أنه شو مستقبلنا، وين بده يروح بلدنا، كل هالأمور هيدي عم تضغط عليهم. بالإضافة يمكن كمان هي عم تؤدي الى انه يلجأوا للتدخين او لعادات سيئه بالاكل او لعادات سيئه في قله النوم والضغط الحياه، كل هذا بيسرع في المرض اللي هو بدل ما ياخذ له 40 50 سنه لحتى يوصل لمرحله الخطر ويعمل اشكالات وانه يصير المريض بده عمليه جراحيه، لا صار المريض بحاجه لعمليه جراحيه وعمره 25 35 سنه. صحيح. لانه التطور المرض عم يتطور بسرعة. هو التدخين عامل من أهم العوامل الثانوية أو العوامل الخطورة اللي بتؤدي إلى تطور المرض بسرعة أكثر. البدانة بيلعب فيها دور، طريقة الحياة، قلة الحركة، نمط الغذاء دكتور، نمط الغذائي، السكري، داء السكري، كل هالأمور عم تلعب دور. قلة الحركة كمان بشدد عليها. الشاب اللي عم يعمل رياضة سواء كانت رياضة محترفة أو غير محترفة، يلي بيمارس الرياضة يوميا إصابته القلبية بتكون أقل بكتير من الإصابة القلبية عند الشباب التانيين حتى بعد مدة طويلة. صحيح. يعني أنا حتى بالعائلة الواحدة ممكن تشوف أخين، واحد منهم رياضي واحد غير رياضي، واحد يعني هني مع نفسه والتاني غير هني مع نفسه. صحيح. النموذج السيء بيحتاج لعمل جراحي في عمر 30-40، النموذج الجيد بيحتاج لعمل جراحي بعمر 70-80. أكيد. يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير الدكتور يوسف دياب اختصاصي بالجراحة القلبية والإكليلية وجراحة الأوعية. شكرا دكتور. شكرا لك دكتور، وشكرا لكل النقاط اللي ضوينا عليها. حاولنا فعليا خلال هالوقت القصير نقدم معلومة طبية مفيدة لكل الناس. شكرا كثير لك. شكرا. أهلا. شكرا لكم.